مرحبا، يعطيكم العافية حلوين. شو أخباركو؟ شو عم تعملوا؟ كيف عم بتقضوا وقتكو؟ أنا بتمنى من كل قلبي إنكم تكونوا مبسوطين كثير كثير كثير، خصوصي إنه إسا إحنا قاعدين مع الأهل، مع إمنا وأبونا وإخوتنا، ويمكن منشوف أصحابنا كمان ومننبسط معهن. وعشان أنبسط اليوم أنا وياكو كثير كثير كثير، حضرت لكم فعالية كثير حلوة بالموسيقى. إنتو زي بتحبوا الموسيقى؟ بتمنى. اسم البرنامج اللي احنا اليوم عم نعمله مع بعض هو نغم وإيقاع. رح نعمل فيه فعالية كثير حلوة بالموسيقى ونعمل أشياء كثير ممتعة مع بعض. اليوم رح نتعلم مع بعض أول إشي أغنية يا شمس الأطفال، ثاني إشي رح نتعلم موسيقى إيقاعية كثير حلوة وكثير ممتعة، وكمان رح نعمل رقصة عن النملة والفيل. بس قبل ما أبلش أنا بفعالية الموسيقى الحلوة كتير والممتعة معكو، أنا بدي أحكي لكم شوي عن أغنية يا شمس الأطفال. تعرفوا لمين أغنية يا شمس الأطفال؟ أغنية يا شمس الأطفال هي للمطربة العربية المشهورة كتير فيروز. فيروز أنا متأكدة من حبها للأطفال عملت هالأغنية اللي جدا رائعة. أنا شخصيا بتخليني أركز وأكون كتير مبسوطة وهادي، وعشان هيك أنا بحب أعملها دايما قبل فعاليات الموسيقى، ودايما بس أكون أنا قاعدة بالبيت لحالي. تعالوا نسمعها مع بعض لهالأغنية، وتتذكروا أنتوا شوي كمان شو بتعرفوا أغاني لفيروز، وشو سامعين عن فيروز، وشو بتعرفوا عنها معلومات ومن وين هي. إسا خلونا نسمع مع بعض يا شمس الأطفال ونعمل عليها حركات كتير حلوة مع بعض. بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واحسنتوا الاصغاء وعملتوا معي الحركات كثير منيح. بس انا بدي اخبركم شغله، انا متاكده انه انتم كثير سامعين فيروز، يمكن بالبيت، يمكن بالروضه، يمكن بالبستان، باي مكان. فيروز هي اللي غنت تك 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 يم سليمان، وفيروز هي اللي غنت قمره يا قمره. انتم فيكم بالبيت تفوتوا على اليوتيوب وتكتبوا فيروز وتسمعوا كل اغانيها الحلوه، واهم اشي تسمعوا اغنيه يا شمس الاطفال وتعملوا الحركات اللي عملناها اسا سوا. واسا اجا دور نبدا بالفعاليه الموسيقيه الايقاعيه اللي انا محضرت لكم اياها اليوم. مش بس انا لحالي، انا وصديقي فلفول. فالفول معنا رح يشترك بالفعالية ورح يعمل معنا الموسيقى. بتحب الموسيقى يا فالفول؟ مرحبا يا حلوين، انا كتير مبسوط انه اليوم معك وحابب اعمل معك حركات وموسيقى. بعرف يا فالفول انك انت كتير مبسوط، بس مش اسا دورك انت، خليك على جنب لانه بدي احكي مع الاطفال. جاهزين؟ بدنا نسمع موسيقى مع بعض، بس هالموسيقى بدها تركيز. وقبل ما نبدأ أنا بدي أطلب منكم طلبين. أول طلب، أنا بدي إياكم تكبروا عينيكم على الآخر على الآخر على الآخر، لأنه أنا بدي إياكم تشوفوني كتير منيح. شايفيني منيح؟ تاني طلب، بدي إياكم تكبروا عينيكم كتير منيح. سامعيني منيح؟ جاهزين؟ ركزوا معي
وشوف شو رح نعمل حركات على هالموسيقى الممتعة. بتمنى تكونوا عملتوا كل الحركات معي وانبسطتوا كثير بهالموسيقى الحلوة. وإستا بما إنه إحنا قاعدين بالبيت نقدر نخلي أبونا، إمنا، أختنا، أخونا، رفيقنا اللي قاعد معنا يشاركنا أكثر ويستمتع بوقته معنا أكثر وأكثر. وأنا اليوم جبت صديقي فلفول علشان أستمتع أنا وياه بهاي الموسيقى الحلوة وإحنا واقفين هيك حد بعض بالبيت. شايفين كيف أنا واقفة حد فلفول؟ رح نعمل نسمع الموسيقى كمان مرة ونعمل الحركات مع بعض، بس إسا رح نزيد كمان حركة وهي عكتف صديقنا. ومنقدر كمان نجيب لعبتنا اللي إحنا منحبها، وأهم إشي نغسل إيدينا ونعقمهن كثير منيح عشان نستمتع مع بعض ونكون بصحة وسلامة. جاهزين؟ ركزوا كتير منيح وقعدوا حد بعض. رح نسمع الموسيقى كمان مرة ونعمل الحركات عليها ونزيد الحركة عكتفنا، كتف صديقنا، إمنا، أي شخص بيكون معنا وبحب إنه يستمتع بوقته معنا. جاهزين؟ استعدوا، يلا. We'll be right back.
انتم، بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا انتم واهاليكم وانتم واصحابكم بهالوقت بالبيت. واسا بدنا نعمل رقصة اللي هي زوجية، كل اثنين مع بعض بقدروا يعملوها، وكمان اذا انت كنت لحالك زي ما انه فلفول كسول كثير، فانا رح اعمل هالرقصة بالكو عشان تشوفوني وتعملوا زيي بالضبط. بتقدروا كمان كل اثنين مع بعض بالبيت بمسكوا ايدين بعض وبوقفوا قبال بعض مثل كيف انا استقبالكو، وبعملوا هالرقصة مع بعض. اول اشي رح نسمعها ورح نعمل حركات زيي، وانا رح اقولكو احنا عم نسمع الموسيقى شو الحركات اللي بدنا نعملها. بين بعض من دول طم طم. بين بعض يا عيني. بتمنى انكم تكونوا انبسطتوا كثير واستمتعتوا كثير كثير كثير. اسا انا قررت انه نستعمل آلة موسيقية واللي هي الخشبات، بس احنا بالبيت مش كلنا عندنا خشبات ومش كلنا بنقدر نستخدم الخشبات، عشان هيك ممكن نستخدم كمان لام رصاص او ملعقتين، اي اشي بالبيت موجود وبطلع صوت ممكن اسا نستخدمه، واهم اشي ما يكونش خطر وما يأذيناش. انا رح امسك الخشبات ومحل الخبطة اللي احنا نكون نخبطها او الزقفة او اللي كنا نعملها على الكتاف رح نستخدم الخشبات ونعمل الضربتين بالخشبات. جاهزين؟ مستعدين؟ امسكوا الخشبات منيح او اقلام الرصاص او اي اشي موجود عندكم بالبيت وبأذيكوش، وخلينا نعمل مع بعض هالفعالية وننبسط فيها كثير كثير كثير. جاهزين؟ مركزين؟ يلا. حاضرين؟ We'll be right back.
في إلي عندكم كمان فكرة، بما أنه أنتوا قاعدين كل البيت مع بعض ممكن نستخدم الخشبات وممكن نعملها على الأرض، ممكن تقعدوا على الأرض تتربعوا، وبدل ما تخبطوا بالخشبات تكون الخبطة على الأرض، وساعتها بتقضوا وقت كتير ممتع وحلو مع العيلة. وإسا إجا دور حرك جسمنا شوي ونعمل رقصة كتير حلوة. بس بتعرفوا شو اسمها هالرقصة؟ بتعرفوا لمين هالرقصة؟ تعالوا نشوف. إسا عنا رقصة النملة والفيل. جاهزين؟ نشطين انتو؟ بتحبوا الرقص والموسيقى؟ خلينا نعملها وننبسط مع بعض. انبسطتوا كثير معنا واستمتعتوا كثير 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 كثير. حافظوا على حالكم وعلى سلامتكم، وانبسطوا واسمعوا الموسيقى وافرحوا. بشوفكم كمان مرة. إلى اللقاء يا حلوين.